الحكايه يا شباب بدات معانا من الترم الاولاني لما خدنا عمليه التنفس الخلوي الهوائي ونتج منها 38 اي تي بي محتاجينهم في العمليات الحيويه ومحتاجينهم في الحركه ومحتاجينهم في التمارين الرياضيه، ونتج كمان ثاني اكسيد الكربون وميه، والمواد دي تعتبر فضلات او بواقي من عمليه التنفس الخلوي الهوائي ومحتاجين ان احنا نتخلص منهم بره الجسم. وارجع بقى بظهرك معايا فصل التغذية والهضم، لما عرفنا ان البروتينات بتتكون من احماض امينية والحمض الاميني بيتكون من ذرة كربون مركزية مرتبطة باربع روابط، مرتبطة بذرة هيدروجين ومرتبطة بمجموعة كربوكسيل حامضية ومرتبطة بمجموعة امين قاعدية ومرتبطة بمجموعة الالكايل. اهو الاحماض الامينية دي يا شباب لما بتزيد في جسمك بيبدأ الكبد يفصل عنها مجموعة الامين وذرة الهيدروجين ويحولها لاحماض عضوية، ومجموعة الامين اللي هو ال NH2 زائد الهيدروجين يعملوا لنا شادر، والنشادر دي يا شباب مادة صعب الجسم يتخلص منها، فالكبد برضو بيحولها الى يوريا عشان الجسم يقدر ان هو يتخلص منها. والله يا عم احنا ما عارفين نقول الكبد ايه، يعني والله كفوا منك يا كبد، الراجل كون لي النشادر ومش بس كده، لا ده كون لي كمان اليوريا عشان الجسم يعرف يتخلص منها. بس كده يا سيدي، عندك بقى شويه املاح في اكلك زياده، عندك شويه ميه زياده، عندك شويه توابل زياده، اهو التشكيله دي اللي هي الميه وثاني اكسيد الكربون واليوريا والاملاح والتوابل، هي دي المواد الاخراجيه الموجوده داخل جسمك. يا دكتور المواد دي تعتبر مواد اخراجيه او تعتبر يعني زباله جوه جسمك، هنتخلص منها ازاي؟ قال لك والله هنتخلص منها عن طريق اربع اعضاء اخراج اللي هم جلدك رئتينك كبدك كلياتينك. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. الجلد يا شباب بتاعك بيتخلص من العرق، والعرق ده عباره عن ميه واملاح وشويه فضلات نيتروجينيه، والرئتين يا شباب بتتخلص من هواء الزفير شهيق زفير، والزفير عباره عن ثاني اكسيد الكربون وبخار ميه والمحتويات المتطايره من التوابل. ايه يا دكتور المحتويات المتطايره من التوابل؟ اصلا نسيت اقول لك ان التوابل اصلا عباره عن جزئين، عبارة عن ريحة التوابل اللي هي بتعامل معاملة الغازات اللي بنسميها يعني المحتويات المتطايرة من التوابل، فهي تعتبر غاز فبتخرج عن طريق الرئتين وبتنقسم الى التوابل، دي ليها طريقة اخراج ودي ليها طريقة اخراج. وتالت حاجة عندك يا شباب الكلية بتتخلص من البول، والبول عبارة عن مية واملاح وفضلات نيتروجينية والتوابل نفسها مش ريحتها. بس كده يا سيدي اخر حاجة عندنا ان الكبد بيحول المواد السامة الى مواد غير سامة عن طريق التحطيم. طب الكلام ده ازاي؟ تخيل معايا كده مثلا معايا مادة سامة فيها 30 كربونة، جينا كسرنا المادة السامة اللي هي 30 كربونة دي الى مادتين كل منها فيها 15 كربون، اهي المادة اللي فيها 15 كربون مختلفة نهائي عن المادة اللي فيها 30 كربون في الاسم وفي الخواص وفي كل حاجة، فدي كانت مادة سامة انما دي مادة مختلفة عنها في الخواص فهتبقى مادة غير سامة، ده كده شغل الكبد. وكده يا سيدي تقريبا احنا خلصنا نص الدرس الاولاني كله في اقل من دقيقتين، ولو عايز تتفرج على شرح الدرس كامل هتلاقيه موجود على قناة اليوتيوب.